أهمية إن أنا يكون ليا قدوة في حياتي، أهمية ده إيه؟ هو انا ما بحبش ان القدوه تبقى شخص. القدوه الحقيقيه بتاعتنا المسيح والقديسين، لان دول يعني المسيح طبعا الكل في الكل، وهو اللي هيديني ان انا ابقى كويس. والقديسين بيتشفعوا فيا ويصلوا لي ويدوني نماذج. تقول لي طيب انا ابقى قدوه؟ لا، ما انا لو انا اجتهدت ان انا امثل دور القديسين عشان ابقى قدوه، وكل ما اجي اغلط الحاسب ده انت قدوه، لا أيه. يبقى انا بزيف نفسي، بزيف ابقى قدوه. طب ما بيعلموا كده سيدنا في كنايسنا، يقولوا للخادم اللي في سن الجامعه اوعى تعمل مش عارف ايه عشان انت قدوه للولاد. لا انت قدوه، لكن انا عشان ابقى قدوه دي بقى في الخطوره هنا. عايز تبقى قدوه يعني ايه وازاي ولاي هدف؟ ايوه، لكن كن قدوة، ده آية في الكتاب، كن قدوة أيوة. للمؤمنين في التصرف في الحكمة في صحيح. إذن الإنسان يكون نفسه حسنا تاني روحيا وتربويا وثقافيا وغيره، فيقدم طبيعي كده تلقائي صورة للشخصية المتكاملة اللي دايما بقولها لك يعني، وأقول ناجحة سليمة جسديا، مستريحة نفسيا، ناجحة ذهنيا، شبعانة روحيا، مثمرة اجتماعيا في الأسرة في الكنيسة في المجتمع. الشخصية المتكاملة دي زي سيدنا أخد من الشخصيات العظيمة اللي في حياتنا، سواء اللي موجودين في حياتنا أو اللي انتقلوا، يعني النجاح اللي هو عاشه في حياته. مش لازم أبقى زيه يعني، مش لازم يعني أحب نجاح زويل، مش لازم أبقى عالم، أحب نجاح دكتور مجدي عوم، مش شرط أبقى طبيب يعني. لا طبعا. إزاي أخد فكرة النجاح في حياتي؟ أنا كنت قريب في الطيارة وكان جنبي أبو هشيمة، جاي كده يعني والناحية الثانية مجدي عوم. الله. قلت له كده انا بين ملك الحديد وملك القلوب. صحيح. وكان لقاء جميل جدا جدا يعني مع هذا الانسان. انا ما كنتش طبعا كنتش اعرفه قبل كده، ولكن يعني انسان ودود وجميل. هو انا دايما بفتكر هنا الفيزيكس بقى، بفتكر حاجتين يقول لك الامتصاص والادمصاص. الامتصاص والادمصاص. الامتصاص يعني لو انا ولعت دلوقتي طرش سخن، الاوضه دي بتمص حراره من الطرش وتلاقي سخنت، مش كده؟ ده اسمه امتصاص. الادمصاص لو انا جبت حله ميه سخنه بتغلي، وجبت ازازه ميه ساقعه جنبها وقربتها قوي بس مش قوي عشان ما تطرشقش، ايوه، تكون مثلا بلاستيك او بتاع، الامتصاص يعني لازقه فيها بتمص برضو حراره منها. يعني يا اما على البعد يا اما على القرب. ففي الحالتين العشره هي اللي بتجيب الحاجات دي، سواء كانت عشره قديسين فوق الكل عشره ربنا، او عشره اللي في الكنيسة معايا أو إلى آخره. فعايزين نتعلم إزاي لما نشوف حاجة حلوة نمتصها.